السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ إن شاء الله نعمل موقع كده باستخدام ال HTML5 وال CSS3. الموقع اللي قدامنا ده ببساطة زي ما انتم شايفين كده، لو طلعت من فوق ادي الموقع. هو في بعض التريكات مثلا باستخدام الجيكويري وكده، انا هقول التريكات وتتعمل ازاي، بس احنا هنستخدم بس HTML5 و CSS3. الموقع بسيط ان شاء الله، هيكون سهل وبسيط ونستفيد منه كلنا بإذن الله. طيب هنبدأ نجهز الحاجة. هو كان في ناس بتسألني يعني سؤال، لما تيجي تعمل موقع بكون بستخدم الفوتوشوب، ويقول لي مثلا عايزين لينك الفوتوشوب، فبكون بعمل ايه باختصار؟ انا باخد الموقع كصورة يعني، بس بستخدم الأداة دي اللي هي فول بيج سكرين كابتشر بتاعة الكروم، وباخد الموقع كله كصورة واحطه على الفوتوشوب، مجرد صورة مش أكتر. فهو كده انا المرة دي بقى هستخدم عادي الموقع، هو موقع كده عادي، ده اللينك بتاعه، مجرد بس جايبه عشان نعمل زيه بالظبط ونستفيد كلنا بإذن الله. طيب هنبدأ نجهز الحاجة. أنا عامل باختصار أهو الفولدر بتاعي، الفولدر حاطه على الديسكتوب، فولدر للسي اس اس، والصور بتاع الصور بتاعت الموقع كله هحطها إن شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وصفحة ال HTML، وأدي اللي الكود بتاعي ببساطة، أدي الهيد واللينك بتاع الستايل شيت والبادي. طيب وادي السي اس اس ببساطة، لسه ما عملتش اي حاجة فيه. قبل ما حد يبدأ معايا، يا ريت يكون عندك نبذة عن ال HTML وال CSS. اكيد هنستخدم CSS عادي، وهنزود CSS3 بإذن الله، وال HTML5 اتجاهات ال HTML5 الجديدة اللي هي زي الهيدر والسكشن اللي تكون عارفهم، هنستخدمهم ان شاء الله في الموقع ده، ويكون بإذن الله الموقع يكون بسيط وهنستفيد منه كلنا ان شاء الله. نبدأ ان شاء الله الفيديو الجاي يكون جهزنا كل حاجة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.